صناعة الفخار، أواني من مختلف الأشكال والأحجام ولمختلف الاستعمالات تخرج من بين أيادي صانع ورثها عن أبيه وقبله أجداده، ولم يفكر يوما أن يفرط في إرث أجداده رغم الإكراهات والصعوبات التي تتصيد الفرص لإدخالها في خبر كان. الحمدوي الحسين سنة 1963، انا في العمر ديالي دوزتها في هذا الشيء كامل. وفي الاول هذا الشيء فيها تماره وما كاين الثمن. قضيه التراب كان يمشي لواحد البلاصه هنا تنقول ليه الدينيرس، تنقلب على التراب اللي كيصلح للموعن. عاد ملي كنلقى التراب كندي البهيمه وكندي الدري اللي غيخوي في الشانتي، والمعلم كيحفر، ومن بعد كان شارجيه في سميتو في الكاميو كان يجيبوه للدوار. ملي كيوصل الدوار كنخويه في البلاصه فين تنخدم، وكندقو بسميتو بواحد العود تنقول ليه اساكم، وعاد كنغربلو وكنعجنو كنعجنو بالرجل، وعاد كنبدا في الخدمه. الا ما كاين تراب مزيان راه ما غاديش يصلحو الموعن. التراب ديال الموعن راه ما كيصلح للفلاحه، كيصلح غير سميتو داكشي علاش تيقول ليها سميتو تيقول ليها الطين الفخ ديال الفخار. النبته راه ما كتسخر فيه، هذا هو الحال ديال سميتو الحال ديال الفخار. البلاصه اللي ما في ما كتند فيها سميتو الغله راه عيدان فيها سميتو فيها التراب ديال الفخار. لا كاين البلاصه ما باين فيه، كاين البلاصه ما باين فيه، غير البلاصه فاش لقيتي كتلقى فيها سميتو الزرعه ولا القمح ضعيف عرف بين ما راه فيها سميتو التراب ديال الفخار. بحال التراب ديال بني ملال، واحد شويه ديال الشتاء ها الصباط مشات. راه الا كاينه الشتاء هنايا راه هاد البلاصه فين تندقو هاد التراب راه توطع فيه وتهز 5 كيلو ديال التراب بالصباط. كندقو وكنغربلو بحال العجين ديال الخبز، وكان ندلكو مزيان، عاد كنجيبوه لهنا وعاد كندير هذيك الحجره فوق اللولب، وعاد كندير فيها سميتو داكشي اللي بغيت انايا. ندير سميتو كندير الكسكاس وكندير البرمه ديالها وكندير المجمر ديال البوطه والمجمر ديال العافيه، وكندير القصريه الكبيره مويه صغيره الجميله جميع ما يكون، وكنديروا الغرارف ديال الماء والبراده، وكندير هذوك الجبوحه ديال النحل حتى هما كنديرهم. حيت دابا هادشي بغات الوقت، ولكن تماره كاينه في الغباء وكاينه في سميتو في التعب. دابا الغباء قتلتنا وحنا قتلنا الغباء، كنطلب من المسؤولين يشوفوا لينا الحل باش الشباب ما باقيش تتقرض هاد الصناعه هادي. راه الا تقرضت هاد الصناعه راه ما بقاش غادي يستافدوا الدراري، كاع هاد الشيء غادي تكبل المدينه. اللهم بنادم يبقى في بلادو، لا الفلاحه ولا الفخار ولا الفلاح ولا الكساب، كل واحد يبقى في بلادو. دابا هاد الصناعه راه مطلوبه، راه ما كدير لا الكونسير ما كدير لا المرض. هاد الشيء راه مزيان، راه صحي، راه تراب صحي. دابا كاين الوسيط وكاين سميتو كاين الناس، كنبيعوا للناس مباشره وكنبيع للوسيط، كاين اللي كيدير الكوموند. مول الشكاره هو اللي قضى على هاد الشيء، هو اللي معلم. والفخار راه دا غير الذنوب ودا تعبد وتماره، هاد الشيء اللي كاين. حيت هاد الشيء راه بغى تعاونيه، بغى هاد الشيء المعاونه من عند سميتو من عند السلطه. راه الا ما كاين المعاونه راه ما كاين شيء، راه واحد اليد ما كتصفقش. كنطلبوا من سميتو الفرارم ديال الغاز وباش نقصوا من الغباء. الغباء راه قتلتنا وحنا قتلنا الغباء. تحسن الظروف ديال التسويق والشباب ما باقيش يهربوا من هاد الصناعه، من صناعة بواتهم. ما بنادم راه لا مانيو، راه كثر سميتو المرض فسميتو في الدات ديال بنادم، ها الكونسير ها السرطان ها ديك الساعه كل الناس في التراب، ما كاين لا مرض ولا مولاي به. قضيت داك المجلج ما كنديروش حنا المجلج، لا كنديرو الصباغه سميتو غير داك الصلصال. هذيك الصباغه راه ما مزياناش، تراب عادي هو الصحي.
ولات ولات القضيه تطورات تطورات القضيه تطورات القضيه. ديك الساعه كيديروا اربعه الحوايج، كيديروا القصريه الصغيره والكبيره وواحد اسميتو تاكون بيت تاكون بيت والكسكاس ديالها، داكشي اللي تايديروا. دروك دروك كاين الطاجين وكاين المجمرة البوطاك جميع ما يكون وكاين المحاب كاين كلشي وكاين القوامل كاين كلشي. محمد السوسي، محمد السوسي، خصنا الفرار ديال الغاز باش نقصوا من المصاريف ديال هاد، حيت هاد النزارة هادشي كتجينا غالية. 6 دراهم الهنشة كون هزوها ب 5 دراهم الهنشة تقريبا، 10 دراهم طلع علينا ب 10 دراهم كون طيبو ب 16 خنشة هكا 15 بحال 150 درهم طيبو طربو كندكوه تدكوه مزيان كندكوه كنخلطوه بالماء كندكوه كنخلطوه بالماء بالماء وكنجمعو من بعد كندلكوه نطربوه طريبو وكنحطوه على ونخدمو به وكتخدمو به فهاديك الماشين اييه ملي كيهضر المهم وكنخرجو للشمس كنخرجو للشمس كنشف شويه كنشف ايه وكندخلو وكنفينيوه كتفينيوه تاني تاني في الليل ونخرجو فوق سميتو فوق هاديك المولان ديال سميتو ياك وملي كتفينيو عاد كتخرجوه تتحطوه هنا في الفران اييه كنخرجوه كتعطيوه مزيان طيبس ياك طيبس عاد كتشعلو العافيه وييه وكتبقاو تقريبا قلتي شي 3 سوايع ديال العافيه ديال العافيه شي 3 سوايع 4 سوايع ديال العافيه تطيب مزيان تطيب مزيان عاد تتخرجوه للسوق كنخرجو وكنديوه للسوق. ولكن دابا في السوق واش السوق واش داكشي باش تتبيعو نتوما لهذوك الناس ديال السوق واش تيزيدو البيع ديال الجمله البيع ديال الجمله وهذوك تاهما تيبيعوه ثاني عاود ثاني البيع ديالهم البيع ديالهم دابا نتوما كطلبوا بالفران ديال الغاز كنطلبوا بالفران ديال الغاز باش تنقصوا عليكم التكلفه ديال سميتو باش ما باقيش تمشيو للغابه وتمشيو تشريو النجاره بحال هكا الغابة فيها تمرة صراحة وبدلنا هادشي وفيها المصاري. ذلكم حال صناع الفخار بدواوير إقليم الحوز.